دلوقتي كما تعلمون تعودنا نحن في هذا البلد الكريم العظيم كل يوم نفاجئ بمفاجأة صعبة وبعدها مفاجأة. بالأمس أطلق أمير المؤمنين أمرا بإحداث دروس حديثية أو دروس في الحديث النبوي الشريف، وأنتم تعلمون أن الحديث أشد حاجة إلى مثل هذه الدروس، أو المسلم ليفهم الأحاديث النبوية كما ينبغي في أشد حاجة إلى مثل هذه الدروس التي يقوم بها علماء لهم دقتهم وتجربتهم في هذا الميدان. فرواية الحديث أي رواية النبوة تحتاج إلى معرفة الإسلام، تحتاج إلى معرفة إجابة الإسلام من صدقه وعدالته واتصاله بمن قبله إلى جناح سيد الوجود وعلم شهود مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أطلق بالأمس أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله ونصره وأيده هذا الأمر للعلماء، فنحن جميعا مستبشرون بهذا العمل وفرحون به، وكلنا مطمئن على أن رسالتنا إن شاء الله ستوصل هذه الأمة الإسلامية إلى بلد الأمان. ونرى أنه من الواجب علينا نحن أعضاء هذه المؤسسة الكريمة بإجماعنا أن نتوجه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره بهذه البرقية. مولانا أمير المؤمنين، سبق النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء المنضمين تحت إيوان مؤسستكم، مؤسسة محمد السادس للعلماء لفرعه، المجتمعين في الدورة العالية الثانية لمدينة فاس العاصمة العلمية والروحية لمملكتكم الشريفة، حيث انتهى إلى علمهم نبأ إقدامكم على إطلاق برنامج الدروس الحديثية بقناة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ينوهون أي ما تنويه في هذا العمل الإصلاحي والتصحيحي العظيم الذي تضيفونه إلى مبراتكم الدينية الخالدة، ولا ضرر فإن حمايتكم لحمى الملة والدين تقضي لحماية سنة جدكم الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم بذلك على سنة سلفكم وأثر من تقدمكم من الملوك والسلاطين وأمراء المؤمنين الذين لا بد لهم على من كريم هذه الدولة العظيمة الشريفة على خدمة الدين والذب عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أنتم مقرمة عظيمة لخدمة كتاب الله وهي مؤسسة محمد السادس لنشر القرآن والعناية به، وأحدثتم جوائز تتعلق بالقرآن العظيم، ثم صرفتم همتكم المنيفة إلى خدمة سنة جدكم صلى الله عليه وسلم بتجديد معالم دار الحديث الحسنية العريقة وجامعة القرويين وإحداث جائزة أهل الحديث، فأنتم اليوم تعملون على نشر دروس الحديث النبوي الشريف عبر وسائل الإعلام لحمايته وتصحيحه وتقريبه نصا ومعنى إلى كل شرائح المجتمع، مما يؤدي إلى معرفة الناس بالسنة ومراتبها وما يصح منها وما لا يصح وما هو خائف عنه، درءا للفتن التي يروضها الكاذبون والمبطلون والمبتدعون.
أبقاه الله كفراً وملاذاً للإسلام والمسلمين وحصناً منيعاً لحماية الملة والدين، وسجله اللهم وحفظهم في ولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمين مولانا الحسن، وشد عضدهم لأخيكم الأمين صاحب السمو الملكي مولانا الحسين. والسلام على مقامكم الشريف الثاني، ورحمة الله تعالى وبركاته. العلماء المشاركون في الدورة العادية الثانية لمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.